مشاهدينا، مهرجانات عيد الميلاد ببلدية بيروت لها طابع خاص مثل كل سنة، لحتى نعرف أكثر شو هي النشاطات يلي محضرينها بسنة نستقبل عضو مجلس البلدي ببلدية بيروت المحامي رغب حداد ومنسقة النشاط مي معلوف سعد. أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا، يعطيكم العافية. سبق أهلا وسهلا ميرسي. بداية بكرة السبت الساعة 6 المساء بالوسط التجاري ببلدية بيروت رح تطلق بيروت كريسمس كارنيفال، فخبرونا شو محضرين هالسنه بهالكرنفال. اول شيء مساء الخير، نحن بكره السبت الساعه 6 المساء مع لقاء كثير كبير مع اطفال لبنان. رح يكون عندنا الساعه 6 اناره شجره عيد الميلاد برعايه وحضور رئيس بلديه بيروت وسعاده محافظ بيروت، واكيد اعضاء مجلس البلدي رح يكونوا موجودين معنا. الايفنت هو رح يكون كنايه عن كرنفال. رح يكون في عنا بابا نويل نازل من السماء عم بدق بيانو ينزل على الأطفال. أكيد في عنا مفرقعات نارية رح تضوي سما بيروت. بنفس الوقت الكرنفال هو من حوالي 80 شخصية مخصصة كاركترز لكريسمس باريد. رح ينطلقوا من أمام شجرة عيد الميلاد وصولا لبلدية بيروت. رح يكون عنا باريد كتير كبير وصولا لبلدية بيروت يلي رح ينزل منها شلالات نارية بهذه المناسبة، ومن ثم منتوجه إلى أسواق بيروت حيث يوزع الهدايا على الأطفال من قبل مجلس بلدية بيروت. ولأي ساعة رح تستمر؟ من الساعة 6 من الستة تقريبا للساعة 8. اوكي. مدام مي، كونك أنت منظمة الحفل، يا ريت تخبرينا أكثر كيف كانت التحضيرات. تحضيراتنا كان عندنا فيري شورت نوتس اوف تايم، بتعرفي انه لهيدا بدي يكون مجهزتي له قبل بوقت. ونحن طبعا كل سنه بنقوم بهيدي المهمه ببيروت، كل سنه بنعمل كرنفال ببيروت. كان التعامل مع البلديه جدا جدا مثمر، فيه مشجعين على هذا الموضوع، وبالعكس كانوا هن اللي عندهم الحافز والدافع وكانوا حابين يعملوا شيء على مستوى بيروت. أكيد فيها تعب، أكيد فيها مسؤولية. اليوم حضرتك أنت عم تنفذي الشيء لمدينة بيروت، لبلدية بيروت، فبتكوني على قد هيدا المستوى والمسؤولية. بس كل حال المشاهد يلي عم نشوفها هيدي على هيدي المستوى اللي عم تنعمل. وان شاء الله بكره بكون احلى كمان. بعد السنه بكون ان شاء الله احلى، بكره ان شاء الله بكون احلى. كثير حلوين هالسنه، بابا نويل رح ينزل من السماء، يعني عاملين شيء كثير 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 حلو. ما تحدد بلديه بيروت عم ترعى وتدعم حفلات ونشاطات كثيره خلال السنه، يا ريت بتخبرنا عن هالنشاطات. يعني هيدي سياسه رعي النشاطات بلشنا فيها نحن من اول ما استلمنا مهامنا بالمجلس البلدي، وخصوصا حبينا نخصص عيد الميلاد بدعم اضافي ونشاط، يعني كل النشاطات بهذا الموضوع. امبارح كان في كريسمس فيليج جديد افتتحناه بمرمخايل بالترين ستيشن، دعمنا لعدد كبير من الجمعيات التجار بالمناطق لحتى يقوموا هن بالزينه ويعملوا حفلات بكل مناطق بيروت. في كتير حفلات كمان لجمعيات بيروتيه دعمناها لحتى تقوم بحفلات نشاطات للاطفال لحتى نعيش هالبهجة نعيش جو العيد. اكيد يعني كان في نشاطات متعدده كثير بهالشهر هيدا، من كمان في عنا كان بيروت ترنم، كان يعني بروجي لمده 20 يوم، كان في تراتيل ليليه بالكنايس يعني كان في جو متكامل بهذا الموضوع. من الصلاة، لأنه يعني رمزية العيد، رمزية العيد ما بدنا دائما نحن نتذكر الهدايا، ننسى رمزية العيد. يعني كان البرنامج كله متكامل من الصلاة للعيد لمعنى العيد للهدايا طبعا اللي هي اخر شيء بينبسطوا فيها كل الاولاد. يعني ما تحدد نفهم انه ببيروت بشكل عام كل الاشخاص اللي بحاجة لدعمكم بيقدروا يتوجهوا لكم ويقولوا نحن حابين نعمل هيدا الايفنت، هيدا النشاط، هيدي اللفتة الانسانية. طبعا انتم موجودين دائما. بلدية بيروت دائما عندها الميزانيه تبعيتها بالموازنه، يعني جزء كبير، يعني جزء من ميزانيه البلديه تخصص لدعم الجمعيات. هاي الجمعيات يعني بالاحرى تكون شوي جمعيات بيروتيه، ما فينا ندعم جمعيات لبنان كلها، ندعم جمعيات بيروتيه واللي عم بتقوم بنشاطات ضمن بيروت، بنخصص لها دائما دعم. طبعا متفاوت الدعم بيكون بين حسب شو الايفنت، حسب حجمه، حسب حجم الايفنت. في مشاريع، واذا بتلاحظوا نحن يعني كنا راعيين نحن بنكون كمان ايام
راعيين لكذا ايفنت بيروت ماراثون، نحن كنا احد الراعيين له يعني كمان الايفنت يعني كبير عم بتصير على صعيد لبنان طبعا يعني. يعني بس لانه ببيروت بيكون عندنا رعايه له نحن اضافيه. في اي مشاريع مستقبليه عم تحضروا لها؟ طبعا هلا نحن لانه فتنا بالمجلس البلدي من 6 شهور وبتعرفي يعني شورت نوتس وبلديه يعني بيروت كتير. هلا للسنه الجديده اذا الله راد يعني رح نقعد رح نقعد اهل بيروت ورح نقعد اللبنانيين لانه بيروت هي يعني صلب الوطن يعني وهي عاصمه الوطن، فرح نوعدهم انه اذا الله راد يكون في عنا حفلات مهمه كتير سنه الجاي لنرد لبيروت هالاشراقه ونرد لها هالطابع الثقافي اول شيء ونكرس بيروت يعني مدينة السلام ومدينة التعايش المشترك. نتمنى لكم كل التوفيق سيدي مي معلوف وايضا استاذ المحامي راغب بحداد، اهلا وسهلا فيك، انبسطنا فيكم كثير اليوم بفتح للحياه وكل التوفيق لكم بكل النشاطات اللي بتقوموا فيها. شكرا شكرا لكم.